السؤال الرابع وموضوعه حرمان موظفين الدكاترة بالغرف المهنية من اجتياز المباريات الخاصة بالأساتذة المساعدين بالجامعات. الكلمة لأحد السادة المستشارين من فريق الاتحاد المغربي للشغل لتقديم السؤال. شكرا سيد الرئيس. سيد وزير، ما هي الإجراءات التي ستتخذونها لمعالجة ملف الموظفين الدكاترة بالغرف المهنية المحرومين من اجتياز مباريات الخاصة بالأساتذة المساعدين بالجامعات؟ شكرا. الكلمة السيد الوزير. شكرا سيد الرئيس المحترم، سيد المستشار المحترمة، السادة المستشارين، ولن أشكرك على هذا السؤال لأنه سيتيح الفرصة لتصحيح مجموعة من المغالطات مع كامل الأسف، أو نقدر ما نقولش مغالطات ولكن نقول عدم وجود المعلومة الكافية باش نكون أكثر دقة فيما يتعلق بهذا الملف. كنقرا في وسائل الإعلام بصفة دائمة حرمان الدكاترة الموظفين من المباريات، الآن تنسمعوا حرمان الدكاترة ديال الغرف المهنية من المباريات. ليس هناك حرمان لأي فئة بصفة نهائية باش نصحوا هذا الموضوع. المناصب المالية الموجودة بالنسبة لقطاع التعليم العالي هي جوج ديال الأنواع، كاين المناصب المحولة أي أننا مع المالية كنتوصلوا باش كناخذوا واحد العدد ديال المناصب، نعطيكم الرقم ديالها 400 في 2017، 700 بالنسبة للمناصب المحولة هي 1400 منصب، هي مخصصة للدكاترة الموجودين سواء في التربية الوطنية أو في باقي القطاعات الأخرى الذين يتوفرون على رقم تأجيل. 700 منصب في 700 منصب 1400 منصب مفتوحة في وجه الجميع. اثنين، كاين المناصب ديال التحويل. المناصب ديال التحويل كما تعلمون هي اللي بذلنا فيها مجهود خلال هذه السنتين، 400 منصب فيما يتعلق ب 2017، حوالي 700 منصب في 2018، يعني 1100 منصب جديد محدث، هذه مفتوحة في وجه الجميع. من يزعم على أنه حرم من اجتياز مباراة فلا أعتقد أن هناك أي إجراء قانوني يحرم أي دكتور حاصل على هذه الشهادة وتتوفر فيه الشروط أن يجتاز المباراة، وبالتالي هذه القضية بغيت من الرأي العام تكون واضحة وواضحة جدا. ثم نستغل الفرصة أيضا باش نعلن الرأي العام على أننا بصدد ضبط المساطر والقوانين التي تضبط مزيد من الشفافية وتكافؤ الفرص ما يتعلق بالمباريات، وهذا مطلب طبعا لدى الجميع. حنا كنراجعوا المساطر القانونية، وفي نفس الوقت أعلن على أنه إذا كان هناك أي منصب شبته شائبة وفيه طعن رسمي وبحجج وبراهين ثابتة فلن نتردد في إلغائه واتخاذ الإجراءات أيضا الكفيلة بحماية سمعة الجامعة من أي تصرف قد يشوب وقد يمس تكافؤ الفرص فيما يتعلق بالتوظيف في المناصب. وشكرا. شكرا سيد الوزير. الكلمة لأحد السادة المستشارين في إطار التعقيب. سيد الوزير، إلى التوضيح، إلا أنه فعلا توجد فئة ديال الموظفين محرومة من اجتياز هذه المباراة بحجة أنهم لا يتوفرون على رقم التأجير أو السوم دو نيميرو دو سوم. هذه المجموعة اللي هي محرومة بالنسبة لنا احنا في الاتحاد المغربي للشغل كنعتبر هذا الإجراء غريب ولا دستوري ويتنافى ومبادئ تكافؤ الفرص والمساواة، ونجدد رفضنا له ونطالب بالتراجع عنه وفتح باب تباري أمام جميع الموظفين بمختلف المؤسسات العمومية والغرف المهنية. كما نؤكد سيد الوزير على أن توظيف الأساتذة الباحثين في إطار المناصب المحولة وإن كان ضروريا يبقى غير كافي لسد الخصاص المهوي الذي تعرفه جامعتنا على مستوى الموارد البشرية. سيد الوزير، فالتحجج بعدم توفر على رقم تأجير لإقصاء هذه الفئة من الموظفين من اجتياز مباريات توظيف الأساتذة المساعدين بالتعليم العالي هو تبرير واهي وذريعة ليس إلا، كما أن هذا التبرير يوضح مدى تنصل الحكومة من مسؤوليتها في توفير الموارد البشرية الكافية داخل قطاع التعليم العالي والبحث العلمي للحد من الخصاص المهوي في عدد الأساتذة. وقد أكدتم سيد الوزير ذلك داخل قبة البرلمان إلى أن نزيف التعليم الجامعي على مستوى الأساتذة سيستمر بوتيرة أكثر كثافة خلال 10 سنوات، حيث سيحال على تقاعد حوالي 1091 أستاذ في سنة 2020 ليصل إلى 6926 في سنة 2030. سيد الوزير، فالمطلوب من الرفع من الاعتمادات المالية المخصصة للبحث العلمي وخاصة من خلال تمكينه من المناصب المالية
والارتقاء بمستوى جامعتنا التي تتدين للأسف مراتب مخجلة في تصنيف جامعة الدول النامية، بدل اعتماد المقاربة المحاسباتية الضيقة من طرف الحكومة في التعاطي مع الشأن التعليمي ببلادنا بشكل عام. لذلك نطلب منكم السيد الوزير اتخاذ الإجراءات اللازمة والمناسبة للسماح لهذه الفئة من الموظفين اللي هي فعلا محرومة من الموظفين الدكاترة باجتياز مباريات أساتذة التعليم العالي المساعدين التي تنظمها وزارتكم والتي تخصصها للدكاترة الموظفين في إطار المناصب التحويلية، وقد ذكرتم ذلك. سيد الوزير، لا زال هؤلاء الموظفون بالغرف المهنية محرومون من اجتياز مباريات توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين الخاصة بالموظفين حامل الدكتوراه التي تنظمها بالطبع كتابة الدولة في التعليم العالي والبحث العلمي، بحجة وأؤكد كذلك بحجة عدم توفرهم على رقم تأجير. وكما لا يخفى عليكم سيد الوزير أنهم يشتغلون في إطار النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وتسري عليهم مقتضيات شكرا سيد المستشارة المحترمة وواجبات الموظفين العموميين.